السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا. قبل البدء في موضوع اليوم، أرجو منكم الاشتراك في القناة كي يصلكم كل ما سنطرحه مستقبلا، وكذلك الدعم لنا لنستمر معكم. تاريخ اليوم هو 26/11/2019، 26 من شهر نوفمبر. ما سنتناوله اليوم هو تشتية الخلايا، ما الذي يجب القيام به كي نحافظ على النحل في فصل الشتاء، كيف نتعامل مع النحل في هذا الوقت من بداية فصل الشتاء. أولا، نقوم بإزالة كل الإطارات التي ليس بها نحل، نترك فقط الإطارات التي يشغلها النحل. مثلا هذه الخلية بقي فيها 5 إطارات، هي على 5 إطارات مليئة بالنحل. ما أردت القيام به هو أن نأخذ إطار فارغ، إما أن يكون إطار شمع أساس أو شمع ممطوط أو إطار ليس به شمع إطلاق، نضعه كآخر إطار من جهة الفراغ، ثم نأتي بقطعة قماش، أي قماش يكون من القطن أفضل، قماش قطني أفضل حيث يضمن للنحل الدفء وكذلك يمتص الرطوبة التي بداخل الخلية. أي قماش يمكنك أن تحصل عليه، سواء أن تشتريه أو في البيت يمكن الحصول عليه من البيت، من الأقمشة القديمة أو الأغطية القديمة. مثلا أنا حصلت على هذا القماش، هذا قطعة غطاء قديم. ما أقوم به هو تغطية النحل هكذا، حيث يكون القماش يغطي كل الإطارات وينزل من ناحية الفرع. إن كانت هناك في الغطاء الذي نضعه فوق الإطارات مباشرة، هناك من يطعم في جعل ثقب في الغطاء ويضع فوقها الغذاية، يمكن فتح ثقب هنا يسمح بمرور النحل من الإطارات إلى الغذاية للتغذية. أما إن كانت في الغذاية الخشبية، فالنحل إما أن تجعل له مخرج من جهة المدخل، من جهة فتحة الصروح، أو من الجهة الخلفية، حيث بهذه الطريقة نضمن الدفء داخل الخلية للنحل داخل الخلية، وهذا ما سيجعل النحل ينقص من كمية العسل التي يستهلكها لتوفير الحرارة داخل الخلية ونحافظ على مخزونه. بهذه الطريقة نساعد النحل في الحفاظ على المخزون الذي بداخل الخلية ولا يستهلك كثيرا من هذا المخزون. كما قلت، قطعة قماش شرط أن يكون نقي، ليس فيه سموم قد تقتل النحل أو مواد كيماوية مما قد يضطر النحل لهجر الخلية كليا. أن يكون قماش نقي، من الأفضل أن يكون من القطن حيث يوفر الدفء للخلية وكذلك يمتص الرطوبة التي بداخل الخلية. كذلك هذه قطعة قماش يجب ألا تخرج وتتدلى من الصندوق حيث تتبلل من مياه الأمطار، مما يجعل هذا القماش يمتص البلل
الذي بخارج الخلية ويدخل إلى داخل الخلية. بهذه الطريقة قلت نضمن الدفء للخلية وكذلك نساعد النحل في الحفاظ على مخزونه. هذه هي الطريقة التي أتبعها أنا في تشتية الخلايا. فهذا الجزء من غطاء نستعمله في فصل الشتاء هو قديم نوعا ما، لسنا بحاجة إليه. قمت بتقطيعه بحسب طول الخلية فقط، لمن يغذي من فوق الخلية يجعل له ثقب هنا في الوسط يسمح بمرور النحل إلى الغذاية، أو يترك فراغ من أمام الخلية أو من وراء الخلية لمرور النحل إلى الغذاية الخشبية. كما قلت أول في بداية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة دعما لنا، وكذلك ليصلكم كل ما سنطرحه وكل ما هو جديد في القناة إن شاء الله. وأتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.